اهلا بحضراتكم من جديد في مصر جديده. والنهارده كان في ازمه جديده في الساحه الفنيه. في فيديو عمل ضجه لفنانه اسمها دينا حسين الشهيره بدليله. هي مش حافظه كل اسماء الفنانين لكن هي فنانه اعتقد ممكن تكون مطربه. عملت فيديو في مارس اللي فات في اساءات كتير لابرز رموز الفن المصري زي مثلا ام كلثوم، فاتن حمامه، سميحه ايوب. هي ما اعرفش ايه الهدف طبعا من التشهير بالاسماء الكبيره دي، ولا ايه الفيديو ده عباره عن ايه، ولا هو طلع ليه دلوقتي لما هو اتعمل في مارس. ولكن اللي حصل انه النهارده الاتحاد العام للنقابات الفنيه طلع بيان استنكر فيه اللي قالته هذه الفنانه. والبيان كان فيه كلام بيقول انه تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها واسفها ورفضها التام للتصريحات غير اللائقه وغير المسؤولة الواردة في أحد الفيديوهات المدسوسة لأهداف غير مهنية لمطربة أتاحت لها أحد القنوات وبصورة تتنافى مع مبادئ العمل الإعلامي فرصة لإطلاق أحكام عامة دون براهين ودون وقائع ودون أدلة. البيان كمان اتهم الفنانة دي بأنها بتسعى للشهرة والترند. وكم الجرائم طبعا بترتكب باسمك يا ترند، يعني حقيقة اي حد عاوز يقول اي حاجه دلوقتي بيقدر يقولها بسهوله ويبقى هو ترند اليوم ويتشهر. طيب معانا على التليفون الدكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيليه. دكتور مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. ايه اللي حصل بالظبط؟ انا يعني محتاجه افهم من حضرتك ايه اللي حصل. لا ولا حاجه، احنا فوجئنا باحد القنوات يعني غير محبه لينا بتنشر فيديو لوحدة انا الحقيقة ما اعرفهاش ولا انا وبتتكلم على ان يعني انت عشان تبقى فنانة لازم تتنازلي ولازم مش عارف ايه وحاجات بقى يعني عفيني طبعا من ذكرها، يعني طبعا عشان احتراما وتقديرا للسادة المشاهدين، انما فيما معناه ان الفن ده حاجة رخيص وانك عشان تبقى فنانة لازم تبقى رخيصة قوي والى اخره. فأي حد من حق يعني مش من حقه انه يسيء للفن ولا الفنانات ولا هذه المهنة التي نقدسها ونحترمها. فالبحث عن الشهرة والبحث عن الترند والبحث عن لفت الأنظار على حسب سمعة البلد يعني، فطبعا هذا مرفوض تماما يعني. هي عضوة عندكم في النقابة؟ فعندنا يعني هي بتقول انها عضوة بقى لها 5 سنين. عندنا احنا لا، لكن يمكن في نقابة أخرى يعني. عندنا احنا لا، في نقابة الموسيقين شكلها ولا ايه؟ في نقابة الموسيقين المفروض اي مكان اي مكان يعني اي مكان انت عضوة مش عضوة مش من حقك تسيئي اكيد طبعا المهنة. مش عاجبك المهنة سيبيها واتكلي على الله. طب عادة بيبقى المفروض التعامل معاها في النقابة ايه يعني؟ والله ايه رد الفعل؟ الامر دلوقتي يعني هو اتحاد النقابة طلع امبارح بيان وقال ان في اجراءات قانونية والمفروض طبعا النقابة المختصة تتعامل مع الحالات اللي زي دي لان دي فيها اساءة البلد. طبعا اساءة البلد والرموز مهمة في البلد. يعني في الوقت اللي الاستاذ هاني شاكر بيتبنى قضية الناس اللي بتسيء من خلال الاغاني اللي فيها بعض الكلمات، وما بالك بقى بتعمل وبعدين يستغل ده القنوات يعني معادية او القنوات يعني بيننا وبينها يعني القناة دي بتعرضه ليه؟ يعني بتعرض الفيديو ده ليه؟ صحيح، عشان تقول اتفضلوا ادي الفنانات المصريات بالظبط بتصطاد في الماء العكس، بتدي ماتيريال لناس ما بيحبوناش ولا بيحبوا مصر ولا بيحبوا الفنانين المصريين ان هم يرونا بهذا الشكل يعني. هذا مرفوض يعني. هي طلعت النهارده في فيديو بتعتذر المفروض. والله بص يعني الامر طبعا يعني ليس بيدي وحدي، ولكن طبعا في اتحاد نقابات وفي نقابتها وفي يعني اجراءات ما اعرفش ايه اللي هيحصل فيها، لكن احنا اتحركنا ورفضنا المتاجره باسم الفن او باسم الفنانات المصريات. مصر دي اللي جابت ام كلثوم وجابت فاتن حمامه وجابت سميحه ايوب وجابت ليلى مراد وجابت شاديه، هقعد اعد بقى للصبح يعني. صحيح، ما ينفعش ان احنا نستخدم كلام غير مسؤول يعني. غير مسؤول يعني. هل الكلام ده ممكن يعاقب عليه القانون؟ بلا شك. يعني مش بس منافي للاخلاق واخلاقيات المهنه، لكن هل يعاقب عليه القانون؟ بلا شك، ده اتهام لمهنه واتهام لبلد. يعني هل ممكن النقابة تتقدم بخطوة قانونية؟ وارد جدا. اتحاد النقابات الفنية مثلا يعمل خطوة جداً. قانونية؟ وارد جدا وارد جدا وارد جدا. يعني أعتقد ممكن يقع تحت طائلة السب والقصف والتشهير.
لا ده تشهير ببلد، تشهير بفناني بلد، بفنانات بلد. يعني مش كلام عن تجربة خاصة، لا ده هو عشان الواحدة تبقى فنانة لازم، مش ما ينفعش كده. ما ينفعش. يعني الكلام ده موجه لمين؟ يعني موجه لرموز، يعني الهنود الشرق، يعني رموز كبار، يعني هنقول مين صحيح. ولا مين احنا يعني بنتكلم عن رموز وقامات مصرية مهمة محفورة في وجداننا. الله. فما ينفعش، ما ينفعش. حضرتك تقول لها ايه؟ لا انا ما اعرفهاش وما اقولهاش ومش شايفها اساسا. عندك حق، عندك حق.